مع تزايد خطر الإرهابي في مخيم الهول الذي يعتبر من إحدى العقبات الرئيسية في طريق تحقيق الجهود الرامية لإعادة الاستقرار في المنطقة، تبذل الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا جهودا للقضاء على تنظيم داعش الإرهابي بشكل نهائي في ظل تقاعس وتردد المجتمع الدولي إزاء التعامل مع ملف محتجزي داعش. الإدارة الذاتية لشمال شرق سوريا أعلنت البدء بعملية محاكمة عناصر التنظيم الإرهابي المحتجزين لديها بشكل علني وعادل، عازية سبب ذلك إلى عدم تلبية المجتمع الدولي نداءاتها للدول لاستلام مواطنيها من إرهابيي التنظيم وعائلاتهم المتواجدة في مخيمات المنطقة وعلى رأسها مخيم الهول. مخيم الهول الذي هو يشكل أخطر المخيمات على مستوى العالم، كون هناك أعداد كبيرة من عوائل تنظيم داعش إلى جانب أيضا الأطفال الموجودين، فهذا يشكل خطر جدي على المنطقة وعلى المجتمع الدولي. لذلك يعني بعد أكثر من 4 سنوات، بالرغم من مناشدات ونداءات الإدارة الذاتية وقوى سوريا الديمقراطية للمجتمع الدولي بإيجاد حل جذري ونهائي لمخيم الهول وأيضا العناصر الموقوفين لدى قوى سوريا الديمقراطية، لم تكن هناك استجابة للمجتمع الدولي. لذلك قررت الإدارة الذاتية ببدء بمحاكمة عناصر تنظيم داعش الذين هم من جنسيات أجنبية مختلفة. وتقول الإدارة الذاتية وتقارير حقوقية إن بقاء إرهابي داعش بدون محاكمة يشكل خطرا على المنطقة والعالم، وسط تحذيرات من أن مخيم الهول الذي يأوي الآلاف من عوائل التنظيم الإرهابي يشكل أحد مراكز هذا الخطر. ورغم الانتشار الكبير لخلايا داعش، تبذل قوات سوريا الديمقراطية جهودا كبيرة لمواجهة الفكر الإرهابي، حيث أزالت العديد من الخيم التي كانت تستخدم كمراكز للتدريب وتلقين أيديولوجية التنظيم، بالإضافة إلى إطلاق حملات أمنية لملاحقة وتعقب الخلايا المنتشرة في المخيم ومحيطه. كانت هناك حملات أمنية من قبل القوى سوريا الديمقراطية وبالتنسيق مع قوى الأمن الداخلي داخل مخيم الهول، كون هناك لا زال طبعا هناك خلايا داخل المخيم تقوم بمهاجمة قوى الأمن الداخلي، إلى جانب أيضا اغتيالات التي طالت العديد من اللاجئين العراقيين والنازحين السوريين. آخر وأبرز الدعوات المطالبة بإنهاء ملف عوائل داعش بالمخيمات صدرت عن مبعوثة الأمم المتحدة إلى العراق جنين بلاسخارت، التي دعت إلى حسم ملف المخيم، مؤكدة أن الحل الأمثل لإغلاق المخيم هو بتضافر جهود المجتمع الدولي، بالتزامن مع تحذيرات أطلقها مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي من أن وجود أطفال عناصر داعش في مخيم الهول سيولد إرهابيين في المستقبل. نحن أمام مشكلة كبيرة جدا، يجب على العالم أجمع أن يتكاتف وأن يساند إدارة مناطق الحكم الذاتي في حل هذه المشكلة، وإلا فإن المشكلة ستستفحل وستكون قوية جدا وستضرب بأطرافها كافة بقاع العالم. ستجد المفخخات وستجد القنابل والمفرقعات منتشرة حول العالم إذا ما تخلت إدارة الحكم الذاتي عن حمايتها لهذه المخيمات. ومع كل هذه الدعوات لإنهاء ملف مخيم الهول والتحذيرات من الخطر الذي يشكله على المنطقة والعالم، تبرز الحاجة لضرورة تحمل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية لمسؤولياتهم، وحث الدول على استعادة رعاياها من عوائل داعش الذين يشكلون بحسب إحصاءات الإدارة الذاتية والأمم المتحدة نحو 10,000 شخص.